It's time to go to the best place ever. Once we're there, we can stay forever. All your buddies can play there. Everyone wants to stay there. Singing and dancing is fun together. Working under the sun together. Always fun things to do there. The world is waiting for you there. For you there. With your Playtime Buddies. بالتأكيد انظري إلى السحب. كشكل الكلب. وهذه تشبه البقرة. وهناك قوس قزح. يا له من جميل. ما الشيء الدائري بجانب قوس قزح؟ يبدو أنه يشبه القمر، ولكن كيف يمكننا رؤية القمر في النهار؟ ما الذي تعنيه بكلامك؟ الشمس موجودة أثناء النهار ويظهر القمر ليلاً، والوقت نهار الآن، فكيف نرى القمر الآن؟ أستغرب رؤية القمر نهاراً، هذا شيء غريب. ربما يختلف عن القمر الذي نراه ليلاً. ولكن هل هناك قمران مختلفان؟ أنا لا أعرف، ولكن أتعلم من يعرف؟ صديق الفضاء. فقد طار في الفضاء ويعرف الكثير. لنذهب لسؤاله في مركز الصواريخ، هيا. فكرة ممتازة. أهلا بكما يا سونا ويا باسل، أخبراني ما الذي جاء بكما إلى هنا؟ مرحبا يا رائد الفضاء، هناك سؤال نود أن نسألك إياه. لما لا تدخلاني إذن وسأعطيكما أفضل الإجابات. هذا المكان رائع يا صديق الفضاء. شكرا لك. أود أن نسأل، هل هناك أكثر من قمر؟ لا، هناك قمر واحد فقط، وهو موجود في الليل والنهار. إنه قمر واحد فقط. إذن لماذا نحن نرى القمر في النهار في بعض الأحيان؟ ألا يجب أن نراه في الليل فقط يا رائد الفضاء؟ هذا سؤال رائع، تعال معي، ستريان شيئاً لتوضيح ذلك. انظرا إلى هذا النموذج، إنه يوضح مكان الشمس والقمر والأرض. ولكن ما هو ترتيب هذه الأشكال؟ هذا سؤال رائع. هذه الشمس، وهذه الأرض حيث نحن، وهذا هو القمر. رائع. والآن ارجعا وراقبا جيدا عندما يبدأ النموذج بالدوران. انظرا كيف تدور الأرض حول الشمس. نعم، والقمر يتحرك بنفس الوقت. أهذا ما يحدث في الواقع؟ تقريبا هذا ما يحدث. جميل. هل تعلم أن كل الضوء الذي يصلنا مصدره واحد فقط، فهو يأتي من الشمس؟ أتعني أنه لا يوجد ضوء للقمر؟ نحن يمكننا رؤية القمر لأنه يعكس ضوء الشمس كانعكاس الأشياء عن المرآة تماماً. فالضوء ينعكس على سطح القمر، وما نشاهده هو الضوء المنعكس من القمر.
فهمت ما تقول، فعندما تكون الأرض بين الشمس والقمر لا يمكننا رؤية القمر لأنه لا يوجد انعكاس، فالأرض في المنتصف ويصبح القمر غير مرئي. هذا صحيح، ولكن لو كان القمر بجانب الأرض فسيتم انعكاس الضوء من القمر وسيرتد على الأرض. هل ما أقول صحيح؟ ويبدو كما لو أن للقمر نوراً، ولكنه فعلياً ضوء الشمس، أليس كذلك؟ بالضبط، فأثناء النهار يكون ضوء الشمس ساطعاً بشكل كبير، فلا نرى انعكاس ضوء الشمس على القمر. واو، لم أكن أعرف عن ذلك في السابق. كما نضيء الغرفة في الليل عند النوم، ولكن عند تشغيل الضوء العادي فإنه يطغى على الضوء الخافت. هذا صحيح. أخبرنا أكثر عن القمر. تعال معي من هنا وسأريكما أكثر عن القمر. حسناً، لنرى. واو، صورة رائعة للقمر. شكراً. ولكن لنقترب أكثر. ماذا تسمي هذا؟ إنه تلسكوب يمكنك من رؤية الأشياء البعيدة. كالقمر؟ كالقمر وحتى أكثر. شاهدا. هيا جربا بأنفسكما. يا إلهي، إنه القمر. التلسكوب يقرب الأشياء. ما الحفر والمرتفعات على سطح القمر؟ إنها المرتفعات والوديان. هلا أخبرتنا ما هذا؟ اصطدمت مجسمات في القمر في الماضي السحيق وسببت الحفر والتلال على القمر، وأطلق عليها العلماء اسم الوديان. قم بإلقاء نظرة باسل. واو، راقب بينما أقوم بتوضيح الرؤية. واو، تبدو أكثر قربا. تبدو رائعة، إنها قريبة لدرجة وكأنه بإمكاني لمسها بيدي. دعني أرى. هيا انظري. هذا لا يصدق. رائع، لم أكن أعرف بأن القمر يبدو هكذا عن قرب. كلامك صحيح. إذا استمتعتما بذلك فستحبان ما لدي في الخلف. كيف وصلنا إلى القمر يا رائد الفضاء؟ هذا ليس القمر، إنها ساحة القمر، والجميع متواجدون في احتفال القمر. إنها عميقة جداً، أليس كذلك؟ وهي واسعة أيضاً، صحيح؟ أتسأل إن كان يمكن لهذه الملابس أن تكون بغير اللون الأبيض. أنا متأكد أنه يوجد كنز مدفون هنا. كنز مدفون، كنز مدفون، كنز مدفون. رائع، لما تستخدم كل هذه الأشياء؟ إنه مكان رائع للتدريب على اكتشاف القمر. إنها تبدو كالقمر، حتى إن الحفرة تشبه تلك التي شاهدناها بالتلسكوب، وهي مغطاة بطبقة خفيفة من الرمل والصخور. هذا يشبه القمر بكل شيء عدا شيء واحد. وما هو ذلك الشيء؟ إنها الجاذبية. ولكن ما هي الجاذبية؟ هي ما تبقيك للأسفل في كل مرة تقفزين فيها للأعلى.
هذا ما تفعله الجاذبية، ولكنها تختلف تماماً وأنت على القمر. ألا جاذبية على القمر؟ يوجد جاذبية ولكنها أقل من جاذبية الأرض. بكم أقل؟ إذا كان هذا هو مستوى قفزك على الأرض، فنفس القفزة على القمر ستكون عالية جداً. انظري، هكذا سيكون القفز على سطح القمر. من الرائع أن نقفز لارتفاع عال. والآن حان وقت عربتي القمرية. هيا لنذهب إلى القمر فعلا. هيا. مستعدان؟ بالتأكيد. بكل تأكيد. إذن هيأ لننطلق. 5 4 3 2 1 انطلاق. المحطة التالية، القمر. نحن ذاهبون فعلا. واو، صحيح. لا أصدق أننا في الفضاء. نرتفع بشكل كبير جدا. انظرا، القمر. قربنا على الوصول. إنه القمر. نحن ندور حول القمر فعليا. لا أصدق أننا فعلا هنا. انظر، أستطيع أن أرى علما في الأسفل. خطوة صغيرة لصديق صغير هي قفزة كبيرة في عالم الأصدقاء. Running to joyful emotion, we like the sun, the moon, the stars, the rain, the fog and mist. We love the life, community life so sweet and really very amazing. Librarians, nurses, and good firemen, policemen, organized, investigators, and furries, aiding more than 100 very special cases. Happily together, play here and there. We are always happy to get a new friendship and spend with everybody many delicious days. Sweet Pie and Best Buddy are still ready to make everybody happy, play here.